الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجنة كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكلام المصنف هنا رحمه الله عن الشفاعة التي تكون يوم القيامة، والإيمان بها هو من جملة الإيمان بالأمور المغيبة، كالإيمان بالصراط والحوض والدواوين والميزان وغير ذلك من أحوال يوم القيامة وأموره، مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بذلك كله من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب، أي الذين يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، الذين يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. والشفاعة ثابتة، ثبت أمرها في نصوص كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، فالوتر إذا الذي هو واحد أو ثلاثة أو خمسة، إذا زيد واحدا أصبح شفع، فالشفع ضد الوتر. والشفاعة سميت شفاعة لأن الشافع ضم دعاءه إلى دعاء المشفوع له، فالمشفوع له دعا لنفسه والشافع دعا له، فكان ذلك شفعا، فكان ذلك شفعا، لأجل هذا سميت الشفاعة شفاعة. وعليه فتعريف الشفاعة أنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وهذا الطلب للخير للغير سمي شفعا للسبب السابق، أن دعاء الغير انضم إلى دعاء المشفوع له فأصبح ذلك شفعا. والشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع،
أنواع عديدة، منها ما هو مختص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما هو عام له وللأنبياء وللصالحين من عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بالشفاعة العامة لأهل الموقف عندما يقفون قياما لله رب العالمين ينتظرون الجزاء والحساب، وتطول بهم المدة وتدنو الشمس من الخلائق ويشتد تعب الناس ويطول مكثهم وقيامهم ينتظرون الحساب، ولا يدري كل واحد منهم ما مآله وما مصيره. فلما يطول مكثهم يأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالحساب، فيأتون آدم ويطلبون منه ذلك فيعتذر ويحيلهم على نوح عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم على إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم على موسى عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم على عيسى عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يسجد لله تبارك وتعالى تحت العرش، ويعلمه الله جل وعلا في ذلك الوقت من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يعلمه عندما كان على قيد الحياة صلوات الله وسلامه عليه، فيحمد الله ويثني عليه، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، ويجيء هو سبحانه بنفسه، وهذا من تمام عدله. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فهذا المجيء يأتي بعد هذه الشفاعة، وتسمى الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، وهي التي يغبطه عليها الأولون والآخرون. وجاء في بعض الأحاديث أنها المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون من الخلائق. وهذه الشفاعة لا ينكرها أحد من المنتسبين للإسلام، وهي شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام لأن يبدأ الله تبارك وتعالى بالجزاء والحساب، فيقبل الله شفاعته سبحانه ويجيء. ومن حكم ذلك بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كلهم في ذلك الموقف العظيم، وأنه أفضل عباد الله، وأنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضلا وكمالا وعظم منزلته عند الله تبارك وتعالى. ومن الشفاعات، وهي أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، وأول الأمم دخولا للجنة أمته عليه الصلاة والسلام.
قد جاء في بعض الأحاديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فأول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، وأول الداخلون من الأمم إلى الجنة أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه بيان فضله وعظيم مكانته صلوات الله وسلامه عليه. ومن الشفاعات المختصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب. وأبو طالب هو من الكفار أهل النار، لكنه على كفره نصر النبي عليه الصلاة والسلام ووقف معه، واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في هدايته وحرص على إسلامه، وأنزل الله جل وعلا في ذلك قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه، وهذه خاصة. الكفار كما أخبر الله لا تنفعهم شفاعة الشافعين. واستثنى من هذا الشفاعة الخاصة بأبي طالب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه العذاب، لا ينقطع بل هو باق في النار وعذابه فيها مستمر، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه في عذاب النار. ومن الشفاعات التي تكون يوم القيامة الشفاعة لمن دخل الجنة بأن ترتفع درجاته فيها وأن تعلو منازله فيها. ومن الشفاعات التي تكون يوم القيامة الشفاعة لمن استحق النار، الشفاعة لمن استحق النار، من دخلها بأن يخرج منها، وذلك لعصاة الموحدين، وكذلك من استحقها ولم يدخلها يشفع له ألا يدخلها. فالشفاعة لمن استحق النار وهم عصاة الموحدين، إما بأن يشفع لهم بألا يدخلوا، وإما بأن يشفع لمن دخل بأن يخرج، ويخرج الله عز وجل برحمته وفضله أقوام من النار بدون شفاعة. فهذه أنواع الشفاعات التي تكون يوم القيامة. وقد دلت النصوص أن هذه الشفاعة لا تكون ولا تقع إلا بشرطين دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول إذن الله للشافع، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يمكن أن تكون شفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يشفع أحد بين يدي الله إلا إذا أذن الله له. والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، عن المشفوع له، أن يرضى الله عن المشفوع له، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا قال عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فوالله لا يرتضي إلا أهل التوحيد، أما الكافر فلا يدخل في هذه الشفاعة، لا يدخل في هذه الشفاعة. وقد جمع بين هاتين الشفاعة هذين الشرطين للشفاعة في غير ما آية،
منها قول الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذكر تعالى الشرطين: الإذن والرضا. ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة من عقيدتهم الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع، لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون يوم القيامة، وهي الشفاعة لأهل الموقف في أن يبدأ الله عز وجل بمجازاتهم ومحاسبتهم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشفع هذه الشفاعة وحده دون غيره. وعندما يشفع يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء وللحكم بين العباد، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجون من النار بعدما احترقوا، وهذه الشفاعة لمن استحق النار، الشفاعة لمن استحق النار. ومن استحق النار كما قدمت، من استحق الدخول من عصاة الموحدين يشفع له بأن لا يدخل، ومن دخل من عصاة الموحدين يشفع له بأن يخرج من النار. فهذا قوله: يشفع في المذنبين من أمته فيخرجون من النار بعدما احترقوا. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يشاركه فيها الأنبياء ويشاركه فيها الصالحون من عباد الله، يشفعون ويقبل الله عز وجل شفاعتهم ويخرج من النار عصاة الموحدين بشفاعة الشافعين، يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن المشفوع له، لأن عنده أصل الإيمان وعنده التوحيد. وفي الحديث يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم بدأ المصنف رحمه الله يسوق الأدلة على الشفاعة. قال: كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فأريد أن أختبئ دعوتي شهادة لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فيه أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأن الأنبياء تعجلوا دعوتهم المستجابة في الدنيا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه اختبأ هذه الدعوة لأمته يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم. قد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي يغبطه عليها الأولون والآخرون، وقيل غير ذلك. قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفعله هذا صلوات الله وسلامه عليه هو من تمام نصحه وشفقته وحرصه على أمته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، أي من أحظاهم بها ومن أولاهم بها ومن هو الأكثر استحقاقا لها يوم القيامة. وهذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على اهتمام الصحابة بهذا الأمر وعنايتهم به، اهتمامهم بالشفاعة، يعرفون قدر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون شأنها وقيمتها ومكانتها، يعرفون ذلك، وكل واحد يرغب أن يكون ممن يشفع لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على اهتمام الصحابة بهذا الأمر، اهتمام الصحابة بهذا الأمر، يعني معرفة بأي شيء تنال الشفاعة، شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالاهتمام معروف، وفي الوقت نفسه مراعاة السنة والشريعة في هذا الباب أيضا موجودة. ولاحظوا هذا المقام العظيم الذي تميز به هؤلاء، يعرفون مقام الشفاعة ومكانتها، ولها شأن في نفوسهم، ولها قدر في قلوبهم، وأيضا في الوقت نفسه يعرفون أن لنيلها أسباب، وأن أسباب نيلها شرعية تعرف من طريق الشرع. ولهذا يأتي مثل هذا السؤال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ ولهذا حقيقة هذا السؤال ينبغي أن يهتم به كل إنسان عرف قدر الشفاعة. فإذا حصل الاهتمام بهذا السؤال وسلك هذا المسلك، سلم الناس من الأباطيل التي ظل فيها أقوام عندما انحرفوا في مفهوم الشفاعة. وهذا وجد في الأمم السابقة، ووجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فانحراف في مفهوم الشفاعة. ولهذا يعني المسألة إذا لم تفهم ولم تضبط بالضابط الشرعي يزل الإنسان. وكم من أناس زلوا وانحرفوا في هذا الباب لعاطفة جياشة في قلوبهم ورغبة في نيل هذه الشفاعة، ولكنهم سلكوا في طريقة تحصيلها وسبيل نيلها مسلكا غير صحيح، فوقعوا في الشرك أو البدعة أو الضلال. ولهذا بعضهم ينادي حتى في زماننا، ينادي: اشفع لي يا رسول الله. ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يدعوه مباشرة من دون الله ويسمي فعله هذا شفاعة، كقول بعضهم: مدد يا رسول الله، أو نحو ذلك. ثم إذا سئل ماذا تفعل يقول: أنا استشفع بالرسول وأطلب أن يكون شفيعا لي عند الله. ومتى كان الشرك تنال به الشفاعة؟ متى كان الشرك تنال به الشفاعة؟ متى كان دعاء غير الله تنال به الشفاعة؟ دعاء غير الله أيا كان ذلك الغير يبعد عن رحمة الله ويبعد عن نيل ثواب الله تبارك وتعالى. ولهذا لابد لمن أراد هذا المقام أن يسلك هذا المسلك: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هكذا يسأل.
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. ولهذا قبل أن يفعل الإنسان أمرا يريد به الشفاعة عليه أن يسلك المسلك الصحيح الذي تنال به الشفاعة. والله عز وجل قال في القرآن: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله ولا تطلب إلا من الله. من أراد أن يشفع له أحد من عباد الله عند الله فلا يطلبها من ذاك الأحد سواء كان نبي أو غيره، وإنما يطلبها من الله. ولهذا لا ضير على الإنسان أن يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. لا ضير في ذلك، ولا يكتفي بهذا الدعاء، بل أيضا يفعل الأسباب التي ينال بموجبها الشفاعة، كما هو واضح في هذا السؤال وفي جوابه. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني ظننت ألا تسبق إلى هذا السؤال. وهذا فيه فضيلة لأبي هريرة راوي الحديث رضي الله عنه، وحرصه على العلم وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلته. قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث، يعني هذه الفضيلة في هذا الجانب، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم أجاب: هذا يؤخذ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت إلى آخره، يؤخذ منه أسلوب نافع في التربية، وهو إعطاء الحريص حقه من التشجيع والترغيب. لما يكون عند الإنسان طالب علم حريص ومجد ويطرح على شيخه أو أستاذه سؤالا مهم، فيقول: أنا توقعت أن يكون أول واحد يسألني هذا السؤال أنت، لأني أعرف أنك مجد. تفيده وتزيد من اهتمامه. فهذا مسلك تربوي نافع. والنبي عليه الصلاة والسلام إمام في كل شيء وقدوة في كل شيء. من أراد العلم، من أراد التربية، من أراد الخلق، من أراد المعاملة، إمام في كل شيء وأسوة وقدوة في كل شيء، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في كل شيء وفي كل جانب. ومع ذلك يعني ترى بعض المهتمين بالتربية يشرقون ويغربون في طلب الأساليب التربوية المؤثرة الناجحة، ويدعون هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من النقص ووهاء العلم وضعفه. وإلا فالتربية بأروع صورها وأتم أساليبها وأكمل أبوابها عند نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فلا أتم من تربيته ولا أكمل من هديه ولا أحسن من أسلوبه صلوات الله وسلامه عليه. في الآونة الأخيرة اتجه بعض المعتنين بالتربية إلى تتبع بعض الأحاديث النبوية واستنباط المعاني التربوية، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس، هذا الجواب على السؤال، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة
من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا فيه فضيلة التوحيد ومكانته، وأن بالتوحيد ينال الإنسان كل خير في الدنيا والآخرة، وبانعدام التوحيد ينعدم الخير في الدنيا والآخرة. حتى هذه الشفاعة التي هي خير ورحمة وشفقة وعطف من الأنبياء ومن الصالحين يوم القيامة على المفرطين، أهل من انعدم فيهم التوحيد لا حظ لهم ولا نصيب، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بل لا يشفع لهم الأنبياء ولا يشفع لهم الصالحون، لأن الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا وجد التوحيد وجد الخير، حتى وإن وجد عند الإنسان معاصي أو ذنوب أو نحو ذلك، إذا وجد التوحيد ووجد الإخلاص لله تبارك وتعالى يأتي الخير وينال الإنسان حظه من هذه الشفاعة. ولهذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأفاد الحديث أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد القول، لا تنفع صاحبها بمجرد القول، بل لا بد من الإتيان بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بشروطها، ولهذا هنا اشترط الإخلاص، قال خالصا من قلبه، يعني لم يكتفي بأن يقول لا إله إلا الله بل اشترط الإخلاص. وعليه فالإخلاص شرط من شروط قبول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. ففي الحديث دلالة على أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط. والعلماء بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة بيّنوا أن لا إله إلا الله لها شروطا سبعة لا تقبل إلا بها، وهي العلم بمعناها المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض والكره، والإنقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، فلا بد من هذه الشروط. وهذه الشروط السبعة على كل واحد منها عشرات الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وعند هذه الأبيات شرح هذه الشروط شرحا وافيا نافعا، وذكر الدلائل كل شرط من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن بين هذه الشروط هذا الشرط الذي إليه الإشارة في هذا الحديث، الإخلاص. والإخلاص هو الصفاء والنقاء، لأن الخالص أي الصافي النقي. ولا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا إذا كان مخلصا في عمله، يعني عمله كله نقي صافي خالص لم يرد به إلا وجه الله. وحتى نعرف معنى الإخلاص
في اللغة لنتأمل قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الآية توضح لنا معنى الإخلاص في اللغة. إذا أردت أن تعرف ما الخالص وما الإخلاص فتأمل في دلالة هذه الآية التي فيها عبرة كما أخبر الله: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. فاللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام الأبيض الصافي النقي يخرج حين يخرج من بين فرث ودم، حتى إنه قيل إن خروجه من بين الفرث والدم هو للتو عند حلبه مباشرة، يعني عند الحلب مباشرة يخرج من بين الفرث والدم. وبعضهم يعني ذكر يعني من بعض رعاة الأغنام يعني أنهم ذبحوا بعض الشياة التي ماتت وهي حلوب فما وجدوا فيها حليبا وهي حلوب، استنتجوا من هذا أن يتكون عند مباشرة الحلب، عند مباشرة الحلب يخرج من بين فرث ودم، والفرث معروف والدم معروف، مع أنه يخرج للتو من بين الفرث والدم وصفه الله بأنه خالص، أي لا ترى فيه نقطة من الدم ولا شيء يسير، ولا ترى فيه قطعة من الفرث ولا شيء يسير، حتى لو وضع في المصفيات أو في أجهزة التحليل ما فيه لا فرث ولا دم، وهو الآن خرج من بين فرث ودم، وهذا فيه عبرة. ثم مع علمنا بمخرجه نستسيغه سائغا للشاربين، يعني نعرف من أين خرج ونستسيغه. بعض رعاة الأغنام من شدة ولعه وحبه للحليب، حليب النياق أو حليب الشياه، إذا ما وجد وعاء جلس تحتها وارتضع من ثديها مباشرة وهو يتلذذ به ويستسيغه. فمع علمنا من أين يخرج سائغ للشاربين، وهو أيضا خالص، ومعنى خالص أي صافي نقي، لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث. فهذا يوضح لنا الإخلاص لبنا خالصا. التوحيد والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة، لا تقبل إلا إذا كانت خالصة. ما معنى خالصة؟ يعني صافية نقية ليس فيها أي إرادة ولا نية إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الرب العظيم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا الصافي النقي. ومعنى الصافي النقي أي الذي لم يرد به إلا وجه الله. فمن عمل عملا أراد به الرياء، أراد به السمعة، أراد به الدنيا، لا يقبله الله، لأن الله ما يقبل إلا العمل الصافي الذي لم يرد به إلا وجه الله، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فالله لا يقبل إلا الدين الخالص. ولا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا إذا كان خالصا، إلا إذا كانت خالصا من قلبه صافية. قد يقول الإنسان لا إله إلا الله ولكن بغير إخلاص، وقد يقول لا إله إلا الله ولكن بغير صدق، وقد يقول لا إله إلا الله وتنعدم فيه بعض هذه الضوابط، فلا تكون لا إله إلا الله مقبولة منه. ولهذا قيل للحسن، قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، ف
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط لا إله إلا الله. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. يشير إلى شروط لا إله إلا الله. وعودا على بدء الشفاعة التي تكون من النبي عليه الصلاة والسلام وتكون من الأنبياء والصالحين، من أسعد الناس بها؟ أهل لا إله إلا الله، محقق التوحيد، المخلصون لله، المنقادون لأمره، هؤلاء هم أهل الشفاعة المستحقون لها. أما من أخل بالإخلاص وضيع وفرط فيه فلا يستحق الشفاعة ولا يسعد بها، لا يسعد بهذه الشفاعة ولا يحظى بها، لأنه ليس مؤهل ولا مستحق، ولا يكون مستحقا إلا إذا كان مخلصا موحدا مطيعا لله عز وجل. فهذا فيه أن الشفاعة يحتاج الإنسان فيها إلى إخلاص، وأيضا يحتاج إلى عمل. لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فلا بد من العمل، إخلاص وعمل، إخلاص لله وجد واجتهاد في طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، من قبل نفسه يعني من قلبه خالصا، يعني لا يريد بها إلا وجه الله، صادرة من قبل نفسه من قلبه يبتغي بها وجه الرب العظيم سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله، دل هذا الحديث على عظم مكانتها، لأن هناك كلمات كثيرة شرعية وندب إلى قولها، لكن هذه الكلمة هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضلها، وليس في الدين كلمة أفضل من كلمة لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وجاء في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. قال: هي أحسن الحسنات. وفي حديث الشعب قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي حديث مباني الإسلام 5 قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله. فشهادة لا إله إلا الله هي أعظم أركان الإسلام، وهي أصل الدين، وهي أساس السعادة وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة، وهي أفضل الكلمات على الإطلاق، وليس في الكلمات كلمة أفضل من هذه الكلمة. وهذا الحديث دل على فضيلة هذه الكلمة، هذا الحديث دل على فضيلة هذه الكلمة. قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ولا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي وإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية لله وحده. وقد دلت هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد على أن التوحيد لا يكون إلا بهذين الركنين، على أن التوحيد لا يكون إلا بهذين الركنين، النفي والإثبات. لا يكون الإنسان موحدا إلا بهما، النفي والإثبات.
نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية لله وحده، ولا توحيد إلا بهما. فلو جاء أحد الناس بأحد هذين الركنين دون الآخر لا يكون موحدا. فمثلا لو أن إنسانا جاء بالنفي وحده، لو جاء إنسان بالنفي وحده بدون الإثبات يكون ملحدا، ولو جاء بالإثبات وحده وبدون النفي يكون مشركا، لأن لو قال الله معبود لكن ما أنفي العبودية عن من سواه هذا يكون مشرك. وإذا قال لا إله ولم يثبت الألوهية لله يكون ملحد. فلا يكون التوحيد إلا بالركنين، النفي والإثبات، نفي العبودية عن من سوى الله وإثبات العبودية لله وحده. بهذا يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن حديث الشفاعة بطوله، ويشير إلى الحديث الذي فيه الشفاعة العظمى، والذي فيه أن الناس يأتون إلى الأنبياء وكل واحد يعتذر إلى أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع. الحديث بطوله رواه جمع من الصحابة: أبو بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وأبو موسى عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة وغيرهم. وقد نص غير واحد من أهل العلم أنه حديث متواتر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تريده أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي. ثم أخذ رحمه الله يبين ما يتعلق بالحوض، الحوض المورود. والحوض المورود الإيمان به هو من جملة الإيمان بالغيب الذي امتدح الله أهله بقوله سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب. فالحوض ليس عندنا عنه خبر إلا من خلال النصوص والأدلة. فإيمان المؤمنين به إيمان بالغيب، يعني أمر لم يشاهدوه ولم يروه، ولكن يؤمنون به لورود الخبر الصادق بشأنه. وهذه ميزة أهل الإيمان الذين يؤمنون بالأخبار ويتلقون ما جاءت به الأنبياء بالقبول، أما من سواهم فلا يقبل ذلك ولا يؤمن به ويجحده. فأهل السنة من عقيدتهم الإيمان بالحوض. قال: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترده أمته كما صح عنه، حوضا ترده أمته كما صح عنه. الحديث في الحوض صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث متواتر كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، بل إن عدد الصحابة الذين رووا
أحاديث الحوض يزيدون على 50 صحابيا، وبعض أهل العلم قالوا يزيدون على 60 صحابيا الذين رووا حديث الحوض، فهو حديث متواتر. وقد جاء في السنة مع ذكر الحوض ذكر جملة من صفاته، فجاء ذكر مسافته طوله وعرضه، وجاء ذكر صفة الماء الذي فيه وطعمه ورائحته والكيزان التي حوله، فجاءت أوصاف كثيرة جدا في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد دلت السنة أن هذا الحوض رباعي مربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، فهو رباعي الشكل، الطول والعرض طوله مساوي لعرضه، وهذا لا يكون إلا في رباعي الشكل. وطوله شهر يعني يحتاج من يمشي من طرفه إلى طرفه الآخر إلى شهر كامل حتى يصل إلى طرفه، فطوله شهر. وطعم مائه أحلى من العسل، ولون مائه أبيض من اللبن، ورائحة مائه أطيب من رائحة المسك، أطيب من رائحة المسك. وعلى الحوض كيزان يشرب بها هذا الماء، جاء في بعض الروايات كنجوم السماء، قال أهل العلم أي في الجمال والكثرة، عدد يعني كنجوم السماء يعني في الجمال والكثرة، فهي كيزان جميلة غاية الجمال وأيضا كثيرة. ومن شأن هذا الحوض أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا، يعني لا يحس بالعطش مطلقا، لا يظمأ بعدها أبدا. فهذا من جملة الاعتقاد، يعني من جملة الاعتقاد الأمور التي يؤمن بها أهل السنة الإيمان بالحوض. والإيمان بالحوض أو من الإيمان بالحوض الإيمان بكل صفة له ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالإيمان بطعمه لونه رائحته عرضه وطوله وجميع صفاته التي ثبتت في السنة الصحيحة الإيمان بها من الإيمان بالحوض، لأن هذه الصفات علمناها بالسنة كما علمنا عن الحوض نفسه. فمن الإيمان بالحوض الإيمان بجميع صفاته الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف أشار إلى بعض صفاته، قال وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، عدن في اليمن وعمان في الأردن، فالمسافة بين يعني طرفين كالمسافة بين عدن وعمان، وروي من مكة إلى بيت المقدس، مكة إلى بيت المقدس، أيهما أبعد من عدن إلى عمان وإلا من مكة إلى بيت المقدس؟ من عدن إلى عمان. ولهذا يعني استشكل وجاب ألفاظ أخرى، فاستشكل ذلك بعض أهل العلم، لكن الجمع بينهما متيسر، لأن العدد أو المسافة الأقل داخلة في المسافة الأكبر فلا إشكال. وبعضهم قالوا في الجمع أن هذا باختلاف يعني المشي قوته وضعفه، هو مسيرة شهر، مسيرة شهر، فقد يقطع الجاد في المشي هذا بمسافة أقصر، وقد يقطعها بمسافة أطول،
قيل هذا، لكن لا إشكال لأن العدد أو المسافة الأقل داخل في المسافة الأكبر فلا إشكال. ومن صفاته قال ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذه الصفة تتعلق باللون، يعني لون الماء أشد بياضا من اللبن. والصفة الثانية تتعلق بالطعم، أحلى من العسل، يعني مذاقه أحلى من العسل. وأكوابه عدد نجوم السماء، أكوابه عدد نجوم السماء. في صفة أخرى ذكرناها قبل قليل ما هي؟ ورائحته أطيب من المسك، هذه الصفة تتعلق بالرائحة. قال وأكوابه عدد نجوم السماء، فهي من حيث العدد كثيرة، ومن حيث الجمال أيضا جميلة، لأنها يعني جميلة كنجوم السماء في وضاءتها وحسنها وبهائها. وأكوابه عدد نجوم السماء. ثم ذكر المصنف بعض من رواه، قال رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي، فهؤلاء رووا الحديث، ذكر بعضهم، وإلا فإن من روى حديث الحوض يتجاوزون 50 وقيل 60 صحابية، يتجاوزون 50 وقيل 60 صحابية. لما يؤمن الإنسان بهذا الحوض العظيم، الحوض المورود، ويؤمن بصفاته وطعمه ورائحته، ولا شك أن قلبه حتى وإن كان ضعيف الإيمان يحصل فيه شوق عظيم ورغبة شديدة لأن يكون من هؤلاء الذين يسعدون ويهنؤون بالشرب من هذا الماء، يتحرك في قلبه شوق ورغبة. وإذا تحرك الشوق والرغبة للشرب أيضا يتحرك في نفس الراغب في الخير الحريص على سعادة نفسه، يتحرك في معرفة الأسباب ويعرف أنه ليس كل أحد يشرب، بل جاء في الحديث أن أناس يذادون عن الحوض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وعندما يقف المسلم على هذا النص العظيم المتعلق بالحوض وقد رغب أن يكون من أهله وممن يكرمهم الله عز وجل بالشرب منه، عليه أن يقف عند هذه الكلمة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يقف عند هذه الكلمة متأملا حتى يدرك خطورة الإحداث في الدين ومخالفة طريقة سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان عندما ينحرف عن السنة وينهمك في البدعة يكون فعل ما يستوجب الحرمان، وأن لا ينال هذه الفضيلة وهذه المكرمة العظيمة وهي الشرب من هذا الحوض العظيم. ويدرك أيضا عندما يقرأ هذه النصوص مكانة الصحابة رضي الله عنهم وعظم منزلتهم، لأن الصحابة الكرام الذين هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأولى الناس دخولا في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الحديث يقول خير الناس قرني. فلما يقرأ هذه النصوص يدرك قيمة هؤلاء الأخيار ومنزلتهم الرفيعة ومكانتهم عند الله، وأنهم من أول
الناس شربا للحوض وهم أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم وأعوانه وأصحابه، من الله عليهم بصحبته ورؤيته وسماع حديثه منه ونصرة دينه والثبات عليه والمدافعة عنه، فهم أولى الناس وأحق الناس شربا لهذا الحوض. ومع هذه المكانة الرفيعة والمنزلة العالية للصحابة، إلا أن أقواما انتكست أفهامهم رأسا على عقب وهم الروافض، فادعوا ظلما وزورا أن المعنيين بالذود عن الحوض الصحابة، في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قاتلهم الله أن يوفكون، فهؤلاء الذين يذادون عن الحوض. حتى إن هؤلاء الحمقى في بعض كتبهم يستغربون رواية أهل السنة لهذا الحديث في كتبهم، إلا أصحابي أصحابي ويقال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيستغرب بعض هؤلاء الحمقى يقولون كيف يروي أهل السنة وهو حجة عليهم، لأنه بزعمهم يدل على أن الصحابة يذادون عن الحوض، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخيار الأمة وأفضلها عندهم يذادون عن الحوض، ومع ذلك أهل السنة يرون هذا الحديث، وهذا فيهم ضلال على ضلال وعدوان على عدوان وجهل متراكم. وإلا الصحابة دل الحديث على أنهم أولى الناس، أولى الناس وأحق الناس بالشرب من الحوض، لأنه قال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وهذا ليس من صفتهم. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هذا شأنهم، ما كان عندهم تبديل ولا تغيير، التبديل وجد في من بعدهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أعظم الناس مراعاة للسنة وحرصا عليها وتقيدا بها وبعدا عن البدع والمحدثات الصحابة، لم يتعلم الناس أصلا السنة إلا من طريق الصحابة. كيف تعرف من جاء بعد الصحابة إلى السنة؟ وكيف عرفوا السنة إلا من طريق الصحابة؟ فإذا حكم على الصحابة بأنهم محدثون ما يعرف الناس الدين، وتنقطع الصلة بالدين أصلا. ولهذا الطعن في الصحابة ورميهم بالإحداث في الدين هو طعن في الدين ذاته، لأن كما قال العلماء الطعن في الناقل طعن في المنقول، وهؤلاء لما طعنوا في الصحابة ما قصدوا الصحابة وإنما قصدوا الدين ذاته، فجعلوا الطعن في الصحابة متكئا للطعن في الدين. ولهذا قال أبو زرعة الرازي إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. لماذا؟ قال لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. إذا طعن في الصحابة وقيل أن الصحابة مبتدعة ومحدثين ويذادون عن الحوض، ماذا يكون شأن الدين؟ فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول ولا يبقى للناس دين. ولهذا الصحابة أبعد الناس عن الإحداث وأولى الناس بالسنة، ما بدلوا تبديلا، التبديل في من سواهم، التبديل في من عداهم، أما الصحابة فهم أئمة وخيار وعدول جميعهم. ولهذا عند أهل السنة إذا صح الإسناد إلى الصحابي وجهل الصحابي لا ينظرون فيه،
لأن الصحابة كلهم عدول، عدول بشهادة الله لهم وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وبإجماع الأمة على خيريتهم وفضلهم، عدا هؤلاء الذين هم من أسخف الناس عقولا وأشدهم ضلالا. وإلا كيف يتجرأ متجرع ويقول قائل إن الصحابة هم الذين يذادون عن الحوض، ويفهم هذا من هذا الحديث. والذين يذادون عن الحوض هم المرتدون، من ارتد عن الإسلام، هذا الذي يذاد. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث لا يزالون مرتدين، فمن ارتد عن دين الله يذاد. وقيل إن المراد بهم المنافقون الذين كانوا يعني مع الناس في ظاهرهم على الإيمان، يصلون معهم ويأتون بالأعمال الظاهرة ويسجدون ويتوضؤون، لكن في الباطن نفاق، فمثل هؤلاء يذادون عن الحوض، يذادون عن الحوض. ثم يعني على ضوء ما سبق أخذنا فائدة أن الإنسان إذا رغب لنفسه هذه المكانة الرفيعة فعليه أن يحرص على السنة، وأن يحب الصحابة رضي الله عنهم، وأن يتشبه بهم حتى يكون معهم ليشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من لا يتبع السنة ويطعن في الصحابة فهو الذي يذاد عن حوض النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأختم هذا بأثر مر علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، يقول أدركت نساء من عجائز المدينة لا تصلي واحدة منهن صلاة إلا قالت اللهم أسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع. أعد نصنا. والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واختها أسماء وغيرهم. وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. ثم بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن عذاب القبر، وهو هنا لم يراعي الترتيب، يعني وصل بنا إلى الحوض والآن رجع بنا إلى عذاب القبر وفتنته ونعيمه، فلم يراعي الترتيب. ومراعاة الترتيب أجود، لكن لو لم يذكر المقصود متحقق، المقصود متحقق. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر حق واجب. ولما لم يراعي الترتيب عطف بالواو، لم يقل ثم، وإنما عطف بالواو لأن يعني الأمر متقدم، بينما لما ذكر الحوض عقب الشفاعة قال ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، فلعله يعني منتبه أو متفطن لهذا الأمر، ولهذا راعى العطف بالواو. قال: والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. والإيمان بالقبر هو الإيمان، هو من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالقبر هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر ضابطه الجامع
لكل ما يتعلق به الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، هذا ضابط جامع، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ثبت في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان باليوم الآخر. فيدخل في ذلك عذاب القبر وفتنة القبر ونعيم القبر، كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. وعذاب القبر حق دل عليه الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله هنا اقتصر على ذكر أدلة السنة على عذاب القبر، لكن القرآن دل عليه في مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء، هذا متى؟ في الدنيا في القبر، بدليل قوله بعدها: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا في القبر، يعني كل صباح ومساء يعرضون على النار يوميا بما في يومنا هذا، يعني يصبحون ويمسون في قبورهم بالنار صباحا ومساء إلى يوم القيامة. وهذا فيه دلالة على أن عذاب الكافر في النار مستمر إلى يوم القيامة، فالكافر يعذب في قبره عذاب مستمر إلى أن تقوم الساعة، وإذا قامت الساعة عذابه أشد وأبقى. وعصاة الموحدين أهل الكبائر يعذبون في النار، يعذبون في القبور على قدر كبائره، ولا يكون تعذيبهم مستمرا دائما كتعذيب الكافر، وإنما يعذبون على قدر كبائره. ولهذا عذاب القبر نوعان: عذاب الكافر وعذاب عصاة الموحدين، وليس عذاب الصنفين واحدا. والقبر فيه عذاب، فيه عذاب، علمنا ذلك من القرآن ومن السنة، فنؤمن به، نؤمن به ولا ننكر ذلك. أما أرباب العقول الفاسدة الذين لا يؤمنون إلا بما شهدت به عقولهم فإنهم يجحدون ذلك ويبنون ذلك على عقول مجردة، وبعضهم يقول: حفرت بعض القبور فما رأينا شيئا. فهؤلاء العقلانيون ونظائرهم الكفار لا يؤمنون إلا بالمحسوس المشاهد، أما أهل الإيمان فصفتهم الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. مر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فأخبر الصحابة بأنهم يعذبون في قبورهم، والصحابة مروا من عنده، ولما يعذب في قبره يصيح ويسمع صيحته كل شيء إلا الإنسان أو إلا الإنس والجان، فيسمعون لا يسمعون صيحته، وإلا لتدافن الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يعني الحكمة التي لأجلها أخفي عذاب القبر، فلا يكون شأنه إيمان غيب، يكون إيمان شهادة، لو كان يطلع الناس على ما يكون في القبور يكون إيمانهم إيمان شهادة وليس إيمان غيب. والإيمان النافع المنجي هو إيمان الغيب. فعذاب القبر حق،
ونعيم القبر حق، الناس في قبورهم بين منعم ومعذب، والمنعمون في قبورهم هم أهل الطاعة والإيمان، والمعذبون في قبورهم هم أهل الكفر والعصيان. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن الإيمان بما يتعلق بالقبر الإيمان بفتنة القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون في قبورهم. وسيأتي إشارة المصنف رحمه الله إلى ذلك. قال: والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم. فهؤلاء كلهم رووا الحديث، وقد ذكرت لكم أن حديث الحوض كما نص أهل العلم حديث عذاب القبر حديث متواتر كما نص على ذلك أهل العلم. قال: وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. وهنا يشير المصنف إلى الفتنة، فتنة القبر، أشار إلى عذاب القبر وهنا يشير إلى الفتنة، وأن الناس يفتنون في قبورهم، أي أن كل واحد يدخل في قبره يسأل، ويسأل حين إدخاله مباشرة، يعني أول ما يهال عليه التراب يبدأ بالسؤال. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه ماذا؟ الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. ولهذا مجرد ما يهال عليه التراب يأتيه الملكان ويسألانه، يوجهان له ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة توجه لكل من يدخل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة التي توجه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأهل الإيمان الذين حققوا هذه الأمور واعتنوا بها في حياتهم يثبتهم الله، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر والظالم فيضله الله، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن عندما يسأل يقول بكل ثبات: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكافر والمنافق الظالم عندما يسأل يتلعثم ويتردد، ومنهم من يقول: سمعت الناس شيئا يقولون شيئا فقلته. يضله الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ففتنة القبر حق، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ما الأسئلة التي توجه للقبر، وهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، حدد لهم الأسئلة، فالامتحان حاصل والأسئلة محددة، يعني امتحان محقق والأسئلة محددة ثلاثة فقط: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولهذا يعني وفق توفيقا عظيما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونصح للناس نصحا بالغا عندما أفرد هذه الأصول الثلاثة في رسالة عما نفعها وذاع وشاع ذكرها وانتشرت بين الناس، منهم من حفظها ومنهم من قرأها غير مرة ومنهم من درسها مرات، وتحقق بهذه الرسالة نفع عظيم وترجمت إلى لغات كثيرة.
وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإيمان. أنا لا أعرف أحدا أفرد هذه الأصول الثلاثة برسالة بهذه الجودة وهذا الإتقان وهذا النصح مثل، فهذا من توفيق الله عز وجل له، خير عظيم ساقه الله تبارك وتعالى على يديه. وكان من نصحه رحمه الله وشدة عنايته بهذه الأصول الثلاثة أنه كتبها بأكثر من أسلوب، كتبها للطلاب طلاب العلم، وكتبها للعوام، وكتبها للصبيان بصيغة تتناسب معهم، كتبها بلغات. أنا وجدت نسخة للأصول الثلاثة كتبها بلهجة العوام، يعني حتى إنه مكتوب إذا قيل وش ربك قل ربي الله، كاتبها بهذا الحرف، لأن ما ليس هم إلا أن ينتفع الناس وأن يحصلوا الفائدة. فنصح رحمه الله في هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الناس في قبورهم. ولكن ظلمة البدعة وظلمة الجهل، بعض الناس يحذر من الأصول الثلاثة ويقول لا تقرأ هذه كتب الوهابية، ولا تقرأ هذه الكتب لأنها، مع أن ما فيها إلا أجوبة على الأسئلة التي يسأل عنها كل مسلم في قبره، وأجاب عنها بأجوبة من أروع وأجمل ما يكون. ولم نسمع إلى الآن أحد وجه انتقادا علميا إلى هذه الأصول الثلاثة التي كتبها، أدلة وشيء واضح وجميل ومن أروع ما يكون، ما سمعنا أحد وجه إليها انتقادا علميا، نسمع فقط تهويشات الصوفية. أحدهم قال لي أنني كان عندي في البيت كتاب للشيخ محمد وهاب، فدخل علي شيخ من الشيوخ الصوفية كبير في السن ورأى الكتاب في يدي أو في مكتبتي أو في غرفتي التي جلس فيها، فأخذه ورماه بشدة ونهره، قال كيف تقرأ هذا الكتاب، كيف تأتي بهذا الكتاب؟ يقول أنا كنت قرأت الكتاب كله أكثر من مرة، ما وجدت فيه إلا آيات وأحاديث، وكنت في نفسي إن كان هناك خطأ فالخطأ في الآية والحديث، لأنه ليس فيه إلا آيات وأحاديث، فكيف يتجرأ هذا الرجل ويرميه بهذه الطريقة وهو ليس فيه إلا آيات وأحاديث؟ قال لي محدثي، فأخذته من الأرض بهدوء ووضعته في يدي هذا الشيخ، وقلت له أنا طالب صغير ما أفهم، فاقرأ الكتاب الآن وحدد لي الأخطاء المعينة حتى أكون منه على حذر. يقول فمسك الكتاب من جلدته، وأخذ محدثي كتابا بيده يريني ماذا فعل، يقول فمسكه من جلدته فبدأ يقلب صفحة صفحة حتى وصل إلى الجلدة الأخيرة وقال يا بني المسألة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت. يقول فعرفت أنه ما عنده شيء، فازدادت عنايتي بهذا الكتاب وبكتب هذا الإيمان. فما عندهم إلا تهويش، وإلا رجل ينصح للأمة هذا النصح في هذا المقام العظيم الذي نعلم من السنة أن كل مسلم يسأل عن قبره. طيب إذا حذر هؤلاء من هذا الكتاب، لماذا لا يضعون أيضا كتابا في الأصول الثلاثة التي جاءت بها السنة ينصحون للناس؟ أما يحذرون الناس من الخير ولا يعلمونهم الحق، بل يصل بالحال بعضهم يعلمونهم الباطل والضلال، يحرمونهم من الخير والسنة ويمنعونهم من الحق، فهذا يعني غاية في العجب. أصول ثلاثة كل مسلم يعني عندما يدخل توجه له وينصح هذا الإمام ويكتب في هذه الكتب الثلاثة، ومع هذا يعني نسمع عن هؤلاء مثل يعني هذا الكلام. والأصول الثلاثة جاء في يعني بيان عظم شأنها أحاديث كثيرة في السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي الذكر الذي يقال عند الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم
رسولا. عند كل أذان يشرع الإنسان أن يستذكر هذه الأصول الثلاثة، فهي أصول عظيمة، وكل من يدخل قبره يسأل عنها، كل من يدخل قبره يسأل عنها. قال: وكذلك الإيمان بمسألة منكر ونكير. منكر ونكير ملكان، ملكان جاء وصفهما في السنة، وأنهما يأتيان للإنسان في قبره، سود الوجوه، زرق العيون، يعني هيئتهم مخيفة، فيقعدانه، وكلكم رأى القبر، يعني لا يكفي إلا أن يدخل فيه الميت على جنبه، يقعدانه، ونحن نؤمن بأنه يقعد في قبره، ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فينعم في قبره. وأما ما يعني الكافر فلا يحار جوابا، فيضرب بمرزبة من حديد حتى يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. فمن الإيمان بما يكون بالقبر الإيمان بفتنة القبر، وأن الناس يفتنون في القبور، والفتنة هي السؤال والامتحان، يعني يمتحنون في القبور. نمشي للجنة. ما بالكم سكوت؟ كل الحياة سعي للجنة. ناخذ درس جديد ولا نغير السؤال؟ ناخذ درس جديد. في أسئلة شيخ، في أسئلة تتعلق الشيخ، في أسئلة تتعلق بالدروس الماضية الشيخ. طيب، والنار والميزان ونقف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان بالجنة الإيمان بكل أوصافها وكل ما فيها مما ثبت في القرآن والسنة. ومن الإيمان بالنار الإيمان بكل أوصافها وكل ما جاء فيها مما ثبت في الكتاب والسنة. ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بأنهما مخلوقتان. وقوله مخلوقتان أي أنهما موجودتان الآن، خلقها الله وأوجدها، خلقتا قد أوجدها الله سبحانه وتعالى، فهي موجودة، الجنة موجودة والنار موجودة، والجنة معدة والنار معدة. والدلائل على وجود الجنة والنار كثيرة جدا، ونحن مر معنا في هذا الكتاب أحد هذه الأدلة، فمن يستحضره تفضل. ما أسمعك. لا، ليس في درس اليوم، في هذا الكتاب. نعم، هذه مرت معنا الآية في الكتاب. عرفتم السؤال؟ مر معنا في الكتاب حديث يدل على وجود النار. نعم، وجود الجنة.
الغراس مر معنا أين مر؟ هذا من الأدلة إن كان قد مر. الحور العين مر مع أيوة. على كل حال مر معنا قريبا الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج. وعندما أسري عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، وجاء في القرآن الكريم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى فهي موجودة، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة، وعندها جنة المأوى، معنى ذلك أن جنة المأوى فوق السماء السابعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهذا فيه دلالة على أن الجنة فوق السماوات، وأن سقف الجنة أو أعلى الجنة عرش الرحمن، فوقها عرش الرحمن، فهي موجودة. فهذا من أدلة وجودها. ومن أدلة وجودها لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف، وقد صلى مرة واحدة، فرآه الصحابة رضي الله عنهم وهو يصلي بالناس الكسوف تقدم قليلا ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، والحديث في الصحيحين. ثم وجدوه رجع إلى الخلف، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا في الصلاة لم تفعله قبل ذلك. قال: رأيت الجنة والنار. قال: رأيت الجنة والنار، وتقدمت لأخذ عنقودا من عنبها. لما مد يده أراد أن يأخذ عنقود من عنب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم من عنقود واحد من عناقيد عنب الجنة. يقول: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني يأكل من الصحابة والناس ولا ينتهي، هذا عنقود واحد. وهذا يبين لنا ماذا؟ التفاضل بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني أن الحقائق مختلفة والنعيم مختلف. ويدل على وجود الجنة قول الله تعالى في أكثر من آية: أعدت للمتقين. ومعنى أعدت أي هيئت ووجدت، ودل على وجودها أحاديث كثيرة، وكذلك النار. ولهذا من الإيمان بالجنة والنار أن نؤمن بأنهما موجودتان، وهذا ينكره المعتزلة ويقولون إنها تخلق يوم القيامة، ويتعاملون مع المسألة بعقولهم القاصرة وأفهامهم الحقيرة، ويقولون: إيش الفائدة من وجودها الآن وهي لا يحتاج إليها إلا يوم القيامة، وكلام مثل هذا. فالله عز وجل له حكمة، ومن الحكم الظاهرة في هذا أن أهل الإيمان لما يعلمون أنها موجودة والنار موجودة ومخلوقة بنعيمها أي الجنة وبعذابها أي النار، يكون استعدادهم للجنة وخوفهم من النار أشد وأعظم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم. الأحاديث الدالة على وجود النار ووجود الجنة لا تعد، كثيرة جدا، ومع ذلك ينكر ذلك المعتزلة. إذن من الإيمان بالجنة والنار أن نؤمن بأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان أبدا. وهذا من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان بل باقيتان، لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، خلقتا للبقاء لا للفناء. ولهذا الحور العين والغلمان الذين في الجنة لا يشملهم قول الله تعالى:
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالصعق ما يشمله، ويستثنى منه من خلقهم الله تبارك وتعالى للبقاء. والجنة خلقت للبقاء، والنعيم الذي فيها خلق للبقاء. والجنة موجودة بحورها وغلمانها وأشجارها وأنهارها، والنار موجودة بعذابها وحميمها وغساقها، كل ذلك موجود وهي باقية لا تفنيان أبدا، لا الجنة تفنى ولا النار تفنى. لماذا؟ قال لأن ما خلقت للبقاء لا للفناء. وهذا قول أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما لا يفنيان. وهناك قول نسب لبعض أهل العلم أن النار تفنى ولا تبقى، نسب لابن تيمية رحمه الله ونسب لتلميذه ابن القيم رحمه الله، لكن التحقيق ومن يطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يقرر بوضوح أن النار تفنى، أن النار لا تفنى، يقرر بوضوح أن النار لا تفنى. وقد جمع غير واحد من الباحثين نصوصا كثيرة فيها تصريحه رحمه الله بأنها لا تفنى، بأنها لا تفنى. وكذلك ابن القيم رحمه الله جاء عنه نصوص مجملة، وجاء عنه نصوص واضحة في أنها لا تفنى. ومن أوضح ما جاء في كلامه ما جاء في الوابل الصيب عندما قال الدور ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض التي هي الجنة وهي لا تفنى، ودار الخبث المحض وهي النار وهي لا تفنى. ودار الطيب الخبث الذي شابه طيب وهي نار عصاة الموحدين، فهذه تفنى. ولهذا مجمل كلامي يعني يحمل على مفصله ومفسره، فالكلام المجمل يحمل على هذا أن المراد بالنار التي تفنى نار عصاة الموحدين، أما نار الكفار لا تفنى خالدين فيها أبدا. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالجنة والنار لا تفنيان، باقيتان لا تفنيان، وهذا من عقيدة أهل السنة. ومن العقيدة المتعلقة بالجنة والنار الإيمان بكل أوصاف الجنة والنار الثابتة في الكتاب والسنة. وسيأتي عند المصنف أيضا أمرا يتعلق بالجنة والنار نتكلم عنه في حينه إن شاء الله. الميزان شيخ، ولعلكم فيما بعد تقرؤون الهامش على هذا الموضع، هامش جيد ونافع. نعم. والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين، الإيمان بالموازين. والموازين توضع يوم القيامة لوزن الأعمال، أعمال الناس. وقد جاء ما يدل على أن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالموازين يوم القيامة بمثاقيل الذر، يعني وإن دق وصغر يؤتى به يوم القيامة ويوزن. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني لو كان في متناهي في الصغر
وفي داخل صخرة أو في بطن الأرض أو في مرتمي في أي مكان يأتي به الله عز وجل ويوزن يوم القيامة. فالموازين تنصب يوم القيامة لوزن الأعمال. وقد دلت النصوص على أن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون والصحائف توزن، فكل شيء من هذه الأمور الثلاثة يوزن كما صح كما دلت على ذلك الأدلة. فالأعمال توزن والأشخاص يوزنون وكذلك الصحف توزن. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين. ولما يؤمن الإنسان بالميزان وأن له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان يوضع في كفة الحسنات ويوضع في كفة السيئات، الحسنات وإن قلت توزن والسيئات وإن قلت توزن، وكل عمل قام به الإنسان في هذه الحياة يؤتى به يوم القيامة ويوزن. فإذا آمن الإنسان بذلك إيمانا صادقا جازما واستحضر هذا الأمر فإنه ولا ريب سيزداد إقباله على الحسنات ويشتد حرصه على البعد عن السيئات. لما يستحضر هذا الأمر يستحضر أن أعماله كلها ستوزن ويؤتى بها يوم القيامة. قال والإيمان بالميزان، يعني من الإيمان الإيمان بالميزان، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان. وذكر عليه دليلا واحدا وهو قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وجاء في ذكر الميزان آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة ينكرون الميزان ولا يؤمنون به ولا يعبؤون بأدلته الواضحة الصريحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.